صباحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج 90 دقيقة. حلقتنا اليوم سنسلط فيها الضوء على الجولة الثالثة من دوري فيفا، فنيا بالتأكيد، تحكيميا، كل ما يتعلق جماهيريا، كل ما يتعلق في هذه الجولة. عندنا تشكيلة أسبوع إن شاء الله مع الأخوان في حساب وموقع جماهيرنا، راح نشوف أيضا تشكيلة الحكام طبعا بالتعاون مع أيضا الأخوان في جريدة جماهيرنا أو عفوا جمهورنا، وأخونا العزيز طبعا فايز فريح كمسؤول عن التشكيلة الأسبوعية، وأخونا العزيز وحكمنا الدولي السابق مشعل عسعوسي المسؤول عن تشكيلة الحكام الأسبوعية، إضافة بالتأكيد إلى لقطة الأسبوع ومواضيع أخرى راح ناخذها ونناقشها مع الأخوان والضيوف اللي متواجدين معنا اليوم. على اليمين مدير فريق كاظمة سابقا والمنتخب الوطني سابقا الأخ العزيز منصور التنيب، بجانبه المحلل الفني واللي نشكره اليوم على يعني تجاوبه معنا ووجوده معنا داخل الاستديو، خاصة الجمهور العرباوي عنده الكثير من الأمور الفنية اللي تخص الفريق العرباوي من خلال مشاركة بعض اللاعبين أو عدم مشاركتهم. معنا أخونا العزيز عبد العزيز الكوت، أيضا على اليسار الحارس الدولي السابق وحارس مرمى نادي الكويت سابقا الكابتن صلاح مرزوق، وأيضا بجانبه حارس دولي سابق وحارس مرمى نادي القادسية سابقا، الحراس حاطينهم على اليسار أخونا العزيز بدر جمعة. حياكم الله يا أخوان، صباحكم الله بالخير، مشكورين على تواجدكم معنا اليوم. حياك الله يا أبو سعود، هاللوك العجيب اليوم من لك أمريكي هذا مصارع. حيا الله. اللي يحب يشارك معنا ويتواصل معنا أرقام هواتفنا واضحة على الشاشة، الحساب أيضا في تويتر هو حساب الخاص بالشركة المنتجة للبرنامج، اللي عنده أي ملاحظات أيضا، عنده أي رسالة يحب يوصلها للإخوان القائمين على الشركة أو القائمين على البرنامج من خلال الحساب اللي موجود أمامكم، وهو حساب أيضا خاص بالبرنامج نحاول ناخذ من خلاله تغريداتكم ورسائلكم لضيوفنا ومحللينا أو لأسرة البرنامج. أرقام هواتفنا أيضا موجودة على الشاشة، بين فينا والأخرى ستكون ظاهرة على الشاشة. الشكر لرعاتنا وداعمينا في البداية كالعادة، شركة فيفا شكرا لهم، شركة تيماس شكرا لهم، سفريات النور شكرا لهم، دار الأنوار المباني شكرا لهم، عطورات أمل الكويت شكرا لهم، ديرندير وأخوي العزيز محمد العنجري شكرا لك، وطواري مدلول شكر خاص له كوكيل لماركة جيفوفا في الكويت شكرا جزيلا. قبل لا أبدي مع الأخوان وندخل في التحليل الفني بشكل عام الجولة، باسم كل العاملين في برنامج 90 دقيقة طبعا نهني الأخوان اللي تم ترشيحهم واختيارهم من الاتحاد الكويتي لكرة القدم كممثلين للاتحاد الكويتي في المنظمات الخارجية. طبعا اليوم أعلن الاتحاد الكويتي رسميا عن الأسماء، طبعا هذا الخبر من المركز الإعلامي للاتحاد الكويتي لكرة القدم. أخونا فواز الحساوي تم ترشيحه لرئاسة أو للجنة المالية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ترشيح أيضا عضو اللجنة المعينة خالد الفضلي في لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي، سعد البغيلي في لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي، سعد كميل في لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي، وعادل بهبهاني في لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي. أيضا تم اختيار ممثلي الاتحاد للجنة التنظيمية لكرة القدم في دول مجلس التعاون، حسين الخضري للجنة الفنية، الدكتور محمد خليل للجنة التنظيمية، وأيضا اختار الاتحاد ممثلي الاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم وهم خالد الفضلي لجنة المسابقات، سعد البغيل لجنة الانضباط، عادل بهبهان لجنة الاستئناف، سعد الحوطي لجنة المالية، علي الكاظمي لجنة التسويق، منصور أبل للجنة الحكام، دكتور محمد خليل لجنة التنفيذية، وصالح القحطاني للجنة القانونية. نبارك لكل من ذكرنا اسمهم في هذا الخبر، ونتمنى إن شاء الله يكونون خير ممثلين للاتحاد الكويتي في هذه المنظمات الخارجية. دكتور، أو أبدأ مع أبو بدر، يعني اليوم الخبر اللي طلع من الأخوان في مركز الإعلام الاتحاد الكويتي كرة القدم بعد ساعات فقط يوم الجمعة، الفيفا قال وأعلن في اجتماعه بأن احنا لا نزال غير معترفين بالاتحاد الكويتي لكرة القدم، هدد وأكد مرة أخرى يمنع بالاتحاد من الاتحادات اللي تحت الاتحاد الدولي إنها تخاطب الاتحاد الكويتي لكرة القدم أو تتعاون معه. فبالتالي
ما أدري سر هذا الخبر من الأخوان في الاتحاد الكويتي كرة القدم، هل هو رداً على قرار الفيفا مثلاً؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة حق المواضيع هذه هو كإيقاف للرياضة الكويتية، طبعاً دام إنه في مبدأ تدخل حكومي معناته هذا شيء روتيني. الاتحاد أو اللجنة الأولمبية الدولية أو اتحاد الفيفا كلهم يخضعون إلى اللجنة الأولمبية الدولية شو توجههم فيه. مهما كان أو مهما سووا عندك أنت إيقاف، أنت حين تسعي باللي سويته بنظامك الجديد وما أعرف إيش إنك أنت ترد مرة ثانية تشيل الإيقاف، ولكن تمسكهم وهم إن لو 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 شنو لو سويت اللي سويته لابد إنه يرجع النظام اللي هم اعتمدوه من الأول يرد على أساس إنه تعدل فيه. وفهذا شيء يعني الترشيح هذا كأنه ما أنا أنا, يعني أنا, أنا قاعد أقول لك إذا بديش على نظام الاتحاد الدولي والهذيل الترشيحات هذه معناته مكانك راوح. ومرزوق تعليقك. أول شيء عن موضوع التعليق عندي كلمة واعتذار مني أنا شخصيا للفريق الأول ولاعبي كرة القدم بلاد الكويت على تلفظ بكلمة خرجت مني البرنامج السابق وهي من غير قصد، بس أنا أعتذر على الكلمة اللي طلعت وأنتوا أخواني وراح تعذروني إن شاء الله عليها، وأنا آسف لكم واحد واحد. الكلمة من شيء من الرجال يعني. على الكلمة اللي تلفظت فيها على الفريق الأول. الشباب ما يستاهلون يعني، كلموني ترى أكثر من. والله شوف هي قسوة. كانوا مضايقين وماخذين على خاطر. خاصة إن أنت يعني تعتبر حق البعض منهم قدوة. خاصة الحراس. ما ألوم حقهم، بس هي قسوة محب وكلمة طلعت وأنا أتأسف لهم واحد واحد. هذه مرة أخرى شجاعة منك والاعتذار من شيء من الرجال. تعليقك على الموضوع. هذا ما يبي له تعليق. لا تعليق. لا تعليق. أنا لا تعليق. بدر والله صراحة يعني أنا ماني عارف هو أصلا المجهود هذا بعث الأسماء أصلا إلى الاتحاد الآسيوي ليش؟ الاتحاد الآسيوي أعلن بشكل رسمي عدم اعترافه بالاتحاد المعين بشكل رسمي، يعني أعلن الاتحاد الآسيوي عدم اعترافه والمنظمة الدولية أيضا اعترفت بشكل رسمي. فأنت يعني التحرك هذا الهدف شنو؟ تفسيرك شنو يعني؟ ما أدري يعني أنا مستغرب شنو الهدف. أنا أتمنى يعني أنا أتمنى شخصيا والله أنا كمواطن كويتي وكرياضي أتمنى جهات حكومية اللي اتخذت القرار الشيخ سلمان بأي قناة ويختارها يطلع خل الناس تفهم اشرح لنا شنو القصة الهدف شنو الحين الزين الحد الأعلى زين المدة الزمنية برنامج زمني هدف خطة استراتيجية احنا شو قاعد نسوي احنا مراحين ما حد يدري. اتحاد معين شان محلي بنغير قوانين دزوا اسماء زي هذا شنو تفيدنا؟ هذه اسئله ترى يعني اعتقد انها اسئله منطقيه مستحقه من الشارع الرياضي. شنو احنا نستفيد الحين من الاعلان؟ ما ادري. طيب عبد العزيز لا تعليق؟ لا تعليق. للمعلومه فقط احنا حاولنا الاتصال لاخوان في الاتحاد الاسيوي لكره القدم صراحه وفي الاتحاد الخليجي لكره القدم، الاثنين اعتذروا قالوا لا تدخلونا في شأنكم المحلي، احنا قرارنا واضح الاتحاد الآسيوي غير معترف باللجنة المؤقتة في الاتحاد الكويتي لكرة القدم، فبالتالي لن نعلق على اي قرار يصدر من اتحادكم المؤقت. هذا كلام الاخوان في الاتحاد الآسيوي. الاتحاد الخليجي امانة قال لا تاخذون ولا تصرحون على لساننا باي شيء، احنا ما راح ندخل في هذا الموضوع، عندكم رئيس الاتحاد طبعا هو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حسن بن خليفة آل ثاني رئيس الاتحاد القطري، قال اخذوا منا التصريح الرسمي اما ان احنا كاعضاء في الاتحاد لن نصرح في شان يخص الشان الكويتي والقضيه الكويتيه الداخليه. الاخوان في الاتحاد الكويتي لكره القدم حاولنا الاتصال فيهم، الاخ خالد الفضلي قال انا مالي شغل في هذا الموضوع، لا تدخلوني في هذا الموضوع، لن اعلق على الاسماء المرشحه. من مصادرنا عرفنا بأن أحد الإخوان قايل أن هذه الأسماء في حال رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية ستكون هذه الأسماء هي المرشحة للاتحاد الآسيوي والاتحاد. بس مسألة الكويت. وقت يعني هو قاعد يسبق وقاعد يشتغل بحيث أنه يسبق الوقت وهو مجهز. هو قاعد ينظر. هو قاعد ينظر. بس كرؤية. منطقية. الرؤية ما في مجال بس أنا قاعد أقول لك هو مجرد أني أنا نظمت تنظيم. ايه. مسبق يعني مسبق. بس هو واضح كلام الاتحاد الآسيوي ما راح يحترفون باللجنة المؤقتة هذا كلام مهما كان هو حتى
لو 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 اعترفوا راح يناخذون نفسهم، لان انتم عندكم اوريدي بالماده ان ما في تدخل حكومي، وانتم عندكم تدخل حكومي، معناته انت لو زين انت الاتحاد الماليزي او الاندونيسي اعتذر، اعتذر للسسمة اللجنة الأولمبية الدولية، صحيح، من رئيس دولي. من نعم. رئيسهم اعتذر وتعهد ان ما في تدخل حكومي، ردوهم. نعم صح ولا لا؟ صحيح. اليوم انت يعني احنا بين ما مثل ما تقول وجهتين، وجهة حكومة وجهة الرياضة، عندنا هم قاعد يضاربون مو الشعب، الشعب احنا نبي رياضة. احنا ترى ما استانس لما نشوف دورينا، ما استانس لان شنو دورينا لو طلع عندنا نجم، النجم راح يموت ما راح يفيدنا. احنا نبي حق اسيا، نبي حق بطولات خارجيه، هني المتعه. اليوم اتحدى كان اذا كان احد بالكويت قاعد يطلع الدوري الكويتي، يطلعون دوري سعودي، يطلعون دوري الاماراتي، طبيعي، الدوري القطري، الدوري الانجليزي، الدوري كلهم قاعد يتابعون. حتى من قبل ولايات حتى من ايام الاتحاد السابق، من اللي يعني معناته معناته يا ابو سعود الرياضه قاعد تموت عندنا، تموت واحنا ايش فينا؟ بس يمكن هالشيء من رؤية الاتحاد انه هو قاعد ينظم البيت الداخلي، وهذا جزاهم الله خير. هم قاعد ينظمون، يعني تفكيري واعتقد يعني انه قاعد ينظم الامور هذه الداخلية وكذا، ولعل وعسى ان في امور قاعد يشتغلون فيها خارجيا، بحيث انه في بوادر، هو لو في بوادر نقول انه والله ممكن ان الاتحاد اللجنة الأولمبية الدولية ترفع الإيقاف، لو في بوادر في وقت والله لازم. أنا هنيهم على اللي قاعد يقومون فيه، لكن أنت قاعد طالع بنفق أظلم، ما في شيء نهائياً. الأمور تأخذ وقت. لأن أنت لما تغلط يعني بند واضح بالميثاق، ميثاق أنا وياكم مقع الميثاق، أنت تختلف تخالف الميثاق أوقفك. نعم. عدل وأنا وياك. بدر يعني كلام الإخوان في الاتحاد الآسيوي واضح، أو في محكمة الكاس، إن ترجع الامور كما كانت قبل 15 اكتوبر 2015، بعدين نتعامل وياكم. فمعناته حتى الاسماء المرشحه الان حتى لو تم رفع الايقاف ما راح يعترف فيها الاتحاد الاسيوي، يقول لك ارجع الى شيخ طلال، ارجع الى الاسماء اللي كانت مرشحه قبل واحنا نعترف فيه. مسعود يعني الحين احنا عشنا تجربه نفس التجربه، حل الاتحاد القديم شرط ب10 انديه وانتخابات ثانية واتحاد ثاني وكملوا ونفس العناد، ورجع محكمة كاس ومحكمة كاس رجعت الاتحاد نفسه موجود. الحين قاعد نعيد احنا نفس الخطأ مرة ثانية بس بدون انتخابات، هالمرة عاد أخس، هالمرة بتعيين بعد مو انتخابات، ذي مرة على الأقل انتخابات صارت، هالمرة تعيين وبدون مدة زمنية مفتوحة، تتقعدون وتقررون بدون حتى رجوع جميع العمومية وتجدد كل صار الشيء. الاتحاد وزارة، وهذه مصيبة، يعني أنا بالنسبة لي أعتبرها مصيبة، مو بالرياضة، إحنا قاعد نتكلم عن مكتسباتنا إحنا كمواطنين. هذا مجلس المنتخب لما تشيله عشان تعين عشان تنتخب غيره، مو تشيله وتعين، ما مو وين صحيح. وين دور الإخوان أعضاء مجلس الأمة الرياضيين في النقطة أبو مرزوق؟ يعني إذا كلام بدر خلنا نأخذه إن البعض أيده في هذا الرأي، مو في دور للإخوان الرياضيين في مجلس الأمة ان يكون لهم موقف في هذا الموضوع؟ مو لازم رياضيين، كويتيين على الكافي. والله بيني وبينك اخواننا الرياضيين تقول عنهم اعضاء مجلس، كل واحد يلبق حاله الحين اللي بعد شهر وبعد كل الحين ما حد لاهي، ما حد فاضي لك الحين، عرفت؟ القنبله طاحت وانفجرت، عرفت؟ ولقط الشظايا مالتها الحين الشقعود، يعني الشقعود لا ماكو الحين اعضاء مجلس مساكين، لا تسال عنها. انت تتكلم عن الاتحاد او اللجنه الاولمبيه اللي حلوها، ما كانوا جايين بالديمقراطيه، اللي ديمقراطيه انتخابات ما انتخابات، ويا مساله انه والله في سيطره من الشيخ طلال عليهم، ما اعرف ايش. ليش احارب طلال انا؟ انا قاعد احارب طلال ولا مو قاعد احاربه؟ انه والله انت مو زين ونزلت وكذا كذا، يا اخي خلي قدم استقالته، لو قدم استقالته كان ما صارت له، يا كان اختصرت المسافات كلها. إيه يعني هذا كان حل، يعني هذا كان حل الشيخ طلال ومسي عليه، انه مو يعني هو يبي قاعده تحت تشتغل صحيح. هو كشيخ رمز، انا شيخ عدو له ورمز رئيس الاتحاد، لكن اذا كانت عندي قاعده تحت تشتغل صح واستشاريين صح
ورب الكعبة ان انت تمشي الرياضة عندنا زينة. انت ترى بان العيب مو بالشيخ طلال بالقاعدة اللي تحت. القاعدة القاعدة انا قاعد اقول لك القاعدة. وجهة نظرك ترى اغلبهم زملائك يعني. كلهم واحد وامسي عليهم كلهم انا. بس تشوف ان شغلهم خطأ. انا اقول المشكلة كلها كل المشكلة كان في مثلا انت 10 اندية مع طلال. واربع اندية ما مو قاعد يوصلوا للاتحاد. اللي هم الاندية المعايير. واندية التكتل. التكتل قاعد يسيطرون على الاتحادات وعلى كذا. وهم مو صح ما اصحاب انجازات زين الانجازات اللي عندك منو الحين اذا كان انت بالمعايير لا اي بس مو قاعد نصح طبعا هاي مشكله انا اقصد اذا كان هذه المشكله الفعليه هل هذا الحل حقها لا هني المشكله الحل في اجماع يعني في اجماع بالكويت انه فعلا اداء مو زين بس المشكله بالحل طريقه الحل مو هذه كلش مو هذه هو اعطاك فرضيه حل انا اعطيك اياها قاعد اقول لك بدر قاعد اقول لك المفترض انك حكومه وكالقائمين على الرياضة يا أخي اجتمعوا وقعدوا وقولوا هذا بنحط قانون جديد هذا القانون يبي يناسبكم يمكن يقول والله أنا لا والله إن البند الثاني ما يناسبني يكون كذا يكون عدلوا وبعدها لما تعدلوا بس الكلام اللي تفضلت فيه بس هذا المدعمة. الكلام اللي تفضل هذا الكلام انتهى خلاص احنا الحين في مرحلة الكلام هذا مو موجود خلاص انا المرحلة اللي احنا فيها خلاص هذا الحل مو موجود ابدا يعني شو الحل انت صلحته بالحل قاعد اقول الحل شوف الرؤيه قدامك ظلام لا في حل منو يولع الثاني منو مفروض والله شوف انا اتوقع اذا احنا نس وزير ما يصرح شوف الرؤيه رئيس الهيئه ما يصرح رؤيه مو باينه رئيس الاتحاد ما يصرح يقول مو شغلنا احنا زي شغل منو نسلم منو احنا لان ما حد عنده رؤيه وشايف اللي قدام والله العظيم انا ودي اي شخص مع كلهم محترمين نحبهم نبي شخص بس يشرح لنا احنا شو السالفه انتم الحين سويتوا كل هذا ليش متى زين هم مفكرين شنو الهدف زين اي شيء ما حد يدري شو السالفه من الحلول كان في تكتل في معايير من خلاص الحين احنا نتكلم هذا الحين خلاص نتكلم عنه راح الحين المعايير مو مسكوا مجلس الامه ايه دخل مجلس الامه بمعايير صح حل المجلس يبا الله يخليه مثلا عندك البنزين ارتفع الرئيس مرزوق الغانم وتي حق عبد الله معيوف ترى موصل حل المجلس حل المجلس وتي حق حل المجلس هذا كلهم كانوا منهم كانوا ضد الاسمه المجلس المعايير اللي تقول عنهم هذول ما في شيء الحين باح ما في شيء ادري بس خليكم تحل هم الحين مو مخولين يعني حتى بالمجلس في معايير تخلصوا منو اللي قال بدر يعني حتى بالمجلس في معايير نعم انا قاعد اقول لك المهم ان شو اللي صاروا هذيل ضد طلال ترى مو ضدك انت ولا انا وبسلطه اقوى ضد طلال لان ضد طلال هو ماسك السلطه الرياضيه هو رئيس اللجنه الاولمبيه الكويتيه كان طلال وبنفس الوقت كان الموضوع بيده ونخلص يا جماعه انا وياك بس هني هذا يكابر وهذا بالاخير مصلحه الكويت هي اللي تحت شو تسوي هي المكابره هي المكابره وعزه الكرسي يا جماعه الشيخ طلال برا إيه؟ اجباري اقصيته انت خلاص برا الحين حلوا المشكله الحين انت ايش قاعد اقول لك انت الحين قدامك مستقبل مظلم انت مو شايف الرؤيه اللي قدام صلاح طلال جاي من ديمقراطيه من انتخابات وياي وصاير الحين قال لك من يشب الليت قال لك من يشب الليت قاعد اقول ما حد عنده ليت مسعود لا والله ما حد عنده والله يشب الليت مبكر يشب الليت من يشب الليت اللي هم الاعضاء مجلس الامه ما مشوا مساكين حلوهم اليوم خلينا الرياضه بشكل عام المجلس اللي جاي قصدك تعال يا طلال لا يبا تعال يا طلال مع الحكومه قعدوا هو مع سلمان الحمود ومع شو اسمه منصور الاحمد ليش ما صار الحل اللي قاعد تقول انت وشايف قدامك سما ورديه والحياه حلوه هذا الحدث ليش ما حصل قبل ما يحصل في الطقني وتبي يحصل معناته حتى اللي قدام ما راح يحصل منو صح يحصل لما انا اقول لك انا عقب ما طقيته اقول لك اسف انت الحين طاقه اقول لك اسف اردك شوف الله يسلم عليك ابو القاسم يبا ترى الموضوع ترى انت غلط طيب. يقعد وياك اقول لك انا فهمت غلط وكذا انت من غير ما تطقه ماسك الكرسي انا بعد طاقه بعد الكرسي ما مسكه الكرسي مسكوه اياه مش الكرسي مو بالقوه الكرسي كلهم على بلا انت الحين رئيس مجلس الامه شلون صار رئيس مجلس الامه كحل يا جماعه لا شلون بس الحين خلص تصويت وصلوا فوق وعطوا مو انتخابات انتخاباتي بس وصلوا الاخ وصل بالانتخابات يعني هذا يصير نفس الشيء يا جماعه انا سلطتي مستمدها من الصندوق
ما تعرف سلطتك، ما تعرف سلطتك التنفيذيه تاخذ مني هالسلطه. هذه السلطه انا اخذتها من الصندوق، ما اخذتها منك. انا مو وزير يعني ولا وكيل وزاره ولا مدير اداره عشان تشيلني، بس اعتقد انا من الصندوق يعني. ما شال الخطوه اللي اقدموا عليها مو شايفين الرؤيه بعدها؟ لا طبعا منو ولا حد يدري شنو. بس احنا الشارع الرياضي شايفينها، بس هم مو شايفينها. احنا شايفينها يعني هم مو شايفينها، لان هذا اللي حصل شيء مو بسيط. اكيد مدروس. إيه؟ اكيد يعني مدروس. في مستشارين بدر، إيه يعني في عند معالي الوزير مستشارين، إيه على مستوى عالي من الخبره والحنكه. عشان كذي ما حد صرح. الخبره يا ابو ما حد يصرح، ما حد يصرح. دكاتره ناس فاهمين، ناس يعني عارفين الروح الرياضي. هم بعد لا نسجل ما يتخذون خطوه مثل ما قال بدر، ما يدرون وين رايح. انا لما يجيك واقول لك ميثاق موقعين من الاف ادري ادري ابو بدر هذا الميثاق، بس تعقيبا على 1 2 3 4 5 اي خطأ فيهم اوقفك. ما انا فاهم، بس ما يعني مو حلوه تنقال انه والله اتخذوا قرارات ما يدرون شنو وراء. ما يصير يعني انت تقول هذا قرار من معالي وزير، القرار اللي جاي قرار من رئيس وزراء. انا واصل منتخب واصل، ما ان شاء الله ابقى تقديم استقالتي او اموت. بس بعد لا ننسى شغله. شنو؟ ان احنا احنا قعدنا فتره موقفين، مو انت اللي صوت لي جايبني. اسمع، احنا كنا موقفين وقعدنا فتره والشيخ طلال موجود. هم هذه كانت فتره ميته، ووقت كان يمشي، عرفت؟ والشيخ طلال نفسه قال الشيخ طلال مو موجود، كان موجود يعني تمشي الرياضه مره ثانيه. اي بس كانت كان الايقاف موجود، وقال لك الشيخ طلال ما راح نشارك دوليا والامور هذه مو اقل من 2020. نعم اعلن هذا انه ما راح نشارك الا انا بتدخل حكومي. اي يوم تدخلت الحكومه قال يا جماعه انا لبيكم. لا هو شوف وقالها في ترى احنا مصورينها اللقاء. قال اذا ما شاركنا بهالتصفيات في ظل الوضع الرياضي هذا ما راح نشارك باي تصفيات قادمه الا في 2020. اي 2020 اذا تمت اللجنه الاولمبيه، احنا مستمرين. شاركت اللجنه الاولمبيه الحين وقف الرياضه وتدخل حكومي. الشق عود والامور تعقدت بزياده. خلنا نطوي هالموضوع يا جماعه. بس 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 الشغله هذه بس الزبده، ان احنا بتجربتنا بالرياضه مع القرارات الحكوميه دائما تطلع غلط بالتجربه. مو وحي، ما اتكلم منطق، ما اتكلم قانون، انا رايي القانوني، بس بالتجربه التجارب السابقه دائما الحكومه تاخذ قرارات غلط وترتب عليها مره ثانيه ان كل شيء يطلع. لا مو دائما يعني، هذا شيء من يعمل يخطئ. يمكن من يعمل يخطئ يمكن القرارات. لا اقول دائما الرؤيه اللي حاطينها مثلا عاده. لا لحظه، انا الحين قاعد اتكلم عن شنو قرارات نفس حكومة. لا الحل انت تحل انديه موضوع الرياضه، انت تحل اتحادات بهالتجربه. ما اتكلم قرارات بالنهايه، لا تفتح محاكم. انا اقصد بالتجربه السابقه اللي عشناها في حل الاتحاد. اي انت قصدك في قرارات الرياضيه اللي تصدر، قرارات اللي لها علاقه بالايقاف ولها علاقه بهالامور اثبتت خطاها. ما في مجال. اروح لفاصل وبعد ذلك اعود. حياكم والله. قاعد نتناقش بنقطة، الإخوان يقولون ترى أنا لا مع الشيخ طلال ولا مع مرزوق الغانم أو مع الشيخ سلمان الحمود. نعم. فقلت لهم كل واحد يقول كذي، كل واحد لما يسولف في الموضوع بالنهاية يقول لا أنا مع فلان ولا مع فلان. أنا مع الصح. إلا الكوت قال أنا مع جمال كاظمي. لا أنا مع الصح. أنت مع الصح. أنا الصح والصح، والخطأ والخطأ. أنت بدر ما منه. وإحنا إخوان الشر يعني الأخوة الأعداء. لا أنت بالعكس يا أنت. ما في، احنا اللي نشوف في خطا نقول خطا، في صح نقول صح. يعني مو مع احد، يعني مو مع احد. مو مع احد. البطاقه المدنيه معاي. انا يوم قلت الكلمه صراحه، انا يوم قلت الكلمه ابين حق بسعود انه يبغى احنا شارع رياضي والبرنامج مفتوح حق الكل انت بدر مع منو الحين؟ نعم. شلون اعرف انت الحين مع منو؟ انا مع حقي كمواطن كويتي مو رياضي. مواطن كويتي. شلون اعرف ان انت الحين مع منو ولا؟ شوف 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 هالإنسان وين يروح، وين يقعد، وين شنو شغله، راح تعرف. بقعد أجابله والله أشوف وين أراقبه. ليش أسأله؟ خلاص خلي يقول لي يبيع. طيب أنا بأخذ بعض التغريدات. أخونا حسين جوهر يقول طبعا هو يرد على كلامك أخوي بدر في تغريدة الأخوان طبعا حاطينها لك. ما الهدف من ترشيح أسماء من الاتحاد الكويتي، الاتحاد الآسيوي والكويت موقف، والاتحاد دولي غير معترف باتحاد جديد؟
يقول لك اخوي حسين جوهر الهدف نبي نضحك شوي، هذا الهدف من الاختيار. اخونا علي العضيله يقول حق الاخ صلاح مرزوق يحترم جميع المشاهدين وعدم وضع رجله بهذه الصوره المشينه. ترد عليه هذه قعدتك بعد والله، هذه ولا كرسي زلق. انا حتى بالسينما ثلاث ساعات والله هذه قعدتي، وانا احترم كلمتك وهذا، بس ريلك هالصوب يعني ما هالصوب ولا هي جايه على اعلان ولا لا، يعني لو بوجه المشاهد مثلا ممكن يعني ممكن يعني بس يكون يا حق احترم رايك وهذا ويحليلك وخلك ودز على طيب اخونا احمد الفرهود يقول اصبح عليك بسعود، سلام خاص جدا جدا للعزيز منصور تنيب، وقول له ترى فاقدينك من زمان. الله يحفظك مشكور. اخونا خالد النويف يقول اللي صار مع ابو مشعل يا ابو سعود اعطاني شخصيا الانتخابات، اذا برشح نفسي وما مشيت على اللي يبونه البعض انشال غصب. في تكمله للتغريده هل كلامه صحيح؟ يعني سؤاله لك الاخ خالد صلاح يقول انت لو مكان ابو مشعل واختيارك سليم وعلى طريقه انتخاب، ترضى يتم تبديل القوانين كامله من اجل ازاحتك؟ لا تعليق لاني ما جربت اني اقعد بالكرسي كل اليوم انت معلق. اي لا جرب لما تقعد بالكرسي في قناعات تتغير، في امور كثيره تتغير. ما قعدت اليوم في يوم بسلطه، ما جربت السلطه لا هذه مو سلطه ولا كرسي كرسي تو منجدينه وهذا وش حلوه. طيب اخونا هاني يقول منصور تنيب وبدر جمعه، معقوله كل التخبط في الاتحاد السابق من مستوى الرياضه الى المشاهد الى التوقف الرياضي كل هذا وتدافعون؟ دافعون احنا ما ندافع، اقول له احنا ما ندافع، احنا ندافع عن حقوق احنا قاعد ريال. انت هذا اللي قاعد يقول تخيل نفس سؤالك، تخيل انت ناجح بالصندوق بالانتخابات في دوله ديمقراطيه، ترضى انت تنشال بسلطه تنفيذيه؟ اذا كان يعني في خطا، اذا كان في خطا شنو حول النيابه، اذا مثلا في فساد مالي في ممتاز فساد ممتاز حسب راي وين من الاخوان في الحكومه يعني. انا بس حقهم يشيلون. زين انا بعطيك الحين هي واحدة من ثنتين، اما ان هذا مجرد عذر شماعه وهو هذا الواقع، واما لحظه واما انك شلون تقول واقع؟ على اساس قلت واقع؟ الحين اقول لك، الحين شفت التحقيقات، شفت وكيل النيابه كاتب ممتاز ممتاز. الحين بس انا لما اجي اتهمك من يحدد التهمه هذه صحيحه ولا لا؟ طبعا انا تحقيقات في جهه في قضاء، لما انا اتهمك واقرر انك فعلا انت متجاوز واخذ قرار بناء على القرار مالي مو المحكمه، هذا شنو؟ مو استخدام سلطة؟ أنا اتهمتك الحين وديك حق الجهة اللي تقرر، مو أنا أقرر وأخذ قرار بناء على هذا. سعودي بداخله يعني حكي شلون يعني؟ حكي والله أنا والله فلان مو زين. الحين تدري إن أي مجلس منتخب كذا كذا. أي مجلس منتخب الحين تقدر تحله بتهمة التجاوز المالي؟ يصير كذي؟ نادي القادسية مو كانوا بيحلونه بتهمة شنو؟ فساد مالي. تجاوز شلون. تجاوز مالي. من اللي يحددها؟ من اللي يحدد إنه في تجاوز؟ فساد مالي بالهيئة نفسها. اللي يحددها. شلون أخليه؟ تجاوز مالي. وديت النيابه وقالوا روح المحكمه انت تحل، عفوا تحل مجلس اداره، وش تسوي؟ تعين ناس تدير الامور الى ان يتم انتخابات ثانيه. مو اشيلك وخلاص. بدر بدر في عندنا ديوان محاسبه، هم اللي يحاسبون كل وزير وكل هيئه وكل مؤسسه، هم اللي يبون تقرير كامل. هل يابوا تقرير كامل حق القادسيه ديوان محاسبه؟ قالوا لا عندهم سرقات وتجاوزات، ما حد بس انا اخذ قرار بروحي واقول لا والله عندهم تجاوزات يلا حلوهم. ما يصير شو هذا الحكي هذا؟ ما يصير. انا مجلس طلبه ما تحل الا بسبب. نعم مجلس طلبه بالمدرسه ما يصير تحل الا بسبب. مو موضوع مو ما يصير مال الابهات، ما يصير كذي، ما يصير حتى مال الابهات والله مجلس الابهات. طيب الموضوع الخاص بالحلقه خلينا نشوف التقرير وبعد ذلك سنة. خرج القادسية بأكبر مكاسب الجولة الثالثة من دوري فيفا بعد أن آلت النتائج لصالحه ليستعيد صدارة الدوري للمرة الأولى في الموسم الحالي، وصبت نتائج الجولة لمصلحة الأصفر بعد أن نجح بإيقاف تقدم التضامن والحق به أول هزيمة في الموسم الحالي بثلاثة أهداف دون رد، دون أن تخلو فرحة الأصفر من منغصات الغضب على المستوى وإصابة المطوع وقصة عرض بني يأس الإماراتي له،
في المقابل تعثر العربي أمام السالمية بتعادل سلبي منع الأول من منازعة القادسية على الصدارة وترك موجة غضب جماهيري تلف القلعة الخضراء وعلامات استفهام كبيرة على الأداء الهجومي للفريق. كذلك خسر النصر صاحب الصدارة في الجولة الماضية من كاظمة بهدفين من دون رد بعد أن قدم البرتقالي أداء مقنعا بانضباط تكتيكي لافت ليتصدر الأصفر بسبعة نقاط وفارق نقطة عن أقرب ملاحقي كاظمة والنصر. كذلك يعتبر خيطان وبرقان من أصحاب المكاسب في الجولة بتحقيقهم الفوز على اليرموك الفحيل وحصد أول ثلاثة نقاط في البطولة، كما أن الفوز يعد تاريخيا لبرقان الوافد الجديد. وأخيرا كان التعادل مخيبا لكل من الجهراء مع الشباب بهدف لكل منهما وللساحل صليبيخات بدون أهداف. شكرا اخوي ابو ماطر مشعل الديحاني على قراءة التقرير. ابدا بالمحور الحديث او محور خلينا نقول حديث الساعه الان بين الرياضيين، اداء العربي وموضوع بدر المطوع. خلينا نبدا مع موضوع بدر المطوع. يعني في انباء طلعت في الساعات الاخيره القليله الماضيه بان بدر اصابته غير صحيحه لانه هو زعلان على عدم موافقه مجلس اداره نادي القادسيه على انتقاله لبنياس. صحه الخبر، تاكيد الخبر اكيد عند بدر المطوع، وان كنا نستبعد هذا الامر شخصيا، انا شخصيا استبعد هذا الامر من بدر المطوع لانه بعيد عن هالامور. كشف الولد 1 سم تمزق يا جماعه. نعم يعني احنا ننقل ما يقال. لا طلع اصابه يا جماعه، لا انت بلا، لا حرام، لا انت بلا، لا طلع 1 سم تمزق عنده. الانتقال يعني بغض النظر الاخوان في مجلس نادي القادسيه يقولون ما وصل لنا كتاب، وصل كتاب، يعني ما كان مفترض انه يتم التعامل بطريقه افضل بحيث يسمح والله نقول البيت القدساوي اقرب حق شيء، لان احنا نسمع من هنا ونسمع من هنا، عرفت؟ وبعدين بدر غني على التعريف ومر على الامور هذه كذا، وبدر ولدهم يعني لو شايفين في شيء لصالحه، اعتقد لو شايفين في شيء لصالحه. وبنفس الوقت هم بدر ترى مو مقصرين مع النادي، لا نشوف من زاويه ونخلي زاويه. شلون مو مقصرين معه؟ شو معطينا؟ ماخذ جزء من المبلغ اللي مال اللاعبين اللي انتقلوا، ماخذ 30,000 من المبلغ اللي انباعوا في 30,000. قصدك فهد الانصاري؟ اي فهد الانصاري، في مبلغ، في مبلغ 30,000. من وين لك هالمعلومه؟ راضوا في بدر. من وين لك هالمعلومه؟ عندي، مو انتم عندكم مصادركم. وحدث في مثل هذا اليوم. احنا بعد عندنا مصادرنا. والله ممكن تكون صحيح، والله ما عندي، بس لا 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 سامح، انا اقول بالعكس، انا سامحها، سامحها، انا اقول بالعكس. شوف اللي سامحها من مصدر اثق فيه اللي عارف بدر، وقال لي بال كلمة واحدة موضوع التعاقد معهم، هم راضوا بدر معطينا 30,000 دينار. لا أنا بس وهني ياله يستاهل بدر ويستاهل كذا، ولا نظر لها ولا كذا ولا كذا. النقطة اللي أتكلم عنها، النقطة اللي أتكلم عنها أن بدر سبق وأن عروق الغاسية على نادي النصر السعودي، وصارت عندنا مشكلة بالوظيفة وفصله من الوظيفة وما أعرف إيش، والله الحمد لله سعوية حلت الأمور، بعد حلت أموره ورد إلى العمل مرة ثانية إلى في مجلس الأمة. اليوم نتكلم عن احترافه ببنياس. لو نادي الغاسية فعلا يعني اعطى البدر حقوقه بالانتقال، انا يطمئن قلبي، لان نادي الغاسية عمره ما توقف على واحد ولا توقف على بدر، لان بدر انا قاعد اقول لك مو فقدان بدر، الغاسية بمن حضر. الغاسية فريق، عنده فريق مو طبيعي، تاخذه من تحت لفوق فريق. لا عار بدر كفهد الانصاري مو قاعده، فهد الأنصاري ترى ركيزة يعني أنا عندي فهد الأنصاري وبدر مطوع رئيس الإدارة نعم رؤيته. طيب بسعود، فنيا البعض يرى بأن والله بدر في فترة من الفترات مع مساعد ندى مع أكيد تطلعوا من الفريق والفريق مشى. نعم. لكن يمكن الوقت تغير الآن، الوضع اختلف. البعض يقول لو بدر الآن يطلع بهالوقت الفريق سينهار تمام. اعتقد القادسيه ينهار يعني
بغياب اي لاعب. الامانه القادسيه في السنوات الاخيره اثبت ان النادي يمتلك بدل الصف ثلاث اربع صفوف. قادسيه دائما منافس في المراحل السنيه، كل سنه قاعد نشوف لاعبين صغار قاعد يصعدون. هالسنه شفنا رضا هاني، واعتقد خلال اللعبات القادمه ايضا راح نشوف لاعبين اكثر. خرج حمد امان، خرج فهد الانصاري، خرج سيف الحشان، خرج بدر، خرج مساعد، خرج صوماليا، خرج كيتا. قادسيه مستمر بدون كل هذه الاسماء. فممكن حاليا القادسيه يحتاج لخبره بدر، يحتاج لتواجد بدر، بدر يقدر هذه الظروف وايضا يتواجد في القادسيه نفس ما مساعد القادسيه قال احنا نحتاجك رجع. ابناء القادسيه دائما موجودين لنادي القادسيه، وهذا شيء قاعد نشوفه. باعتقادي وجود بدر، اعتقد ان بدر بالفعل اصاب في المباراه، لو نشوف التيرن اللي عمله في الجول اعتقد هني حاشة تمزق، وهذا يحدث لعديد من اللاعبين اذا كانت عضلتك مجهزه 100% وتعمل هذا التيرن اللي عمله بدر في الجول. اعتقد هني حاشة تمزق، وواضح حتى في خروجه ووضع الثلج كنت اعتقد انه تمزق. البعض من الجماهير قد ساويه غير راضيه عن اداء الفريق، بالفعل هل فنيا الفريق ما قاعد يقدم المستوى المطلوب؟ وش اللي ناقص الفريق فنيا ليظهر بصوره ترضي جماهيره؟ خلال ملاحظتي للقادسية في السنوات الأخيرة، دائما القادسية من الفرق المميزة اللي تبدأ في روتين، دائما خلينا نقول روتين متصاعد، وهذا أفضل وأفضل روتين إنك توصل له اليوم، أفضل من ما إنك تبدأ على الديزل هو. ممكن إيه؟ لكن هو دائما القادسية يبدأ بروتين، خلينا نقول ما هو 100%، لأن في لاعبين خلينا نقول بحكم عملهم بحكم وظيفتهم ما يتواجدون في المعسكرات. فتشوف حتى على المستوى اللياقي، المستوى خلينا نقول المستوى التكتيكي يبدا يتصاعد تدريجيا، وهذا قاعد اشوفه في القادسيه. يمكن في اول لعبه ساحل شفتها ما كان القادسيه خلينا نقول في افضل مستوياته، لعبه العربي كان فيها نوعا ما افضل من لعبه ساحل، ولعبه التضامن كان ايضا افضل من اللعبتين السابقين. فالقادسيه قاعد يتصاعد تدريجيا، قاعد نلاحظ حاليا في تمارين الصبح وعصر. اعتقد القادسيه يعني ما راح يكون بعيد عن مستواه في السنوات الاخيره، وراح يكون بكل تاكيد منافس للدوري. اعتقد ان حتى الجدول يعني وضع القادسيه في موقف غير، يعني مباراه السوبر لو القادسيه خذاها راح يرتفع كل تاكيد الجانب النفسي. فخسارته من الكويت ولعبته مع الساحل 100% كان فيها تاثير كل تاكيد. ما ادى المباراه الزينه، وياتم لعبه اللي وراء العربي فريق بعد مو هين، فصارت مباراه، وخاصه مباراه تقليديه ما بين العربي والقادسيه، يعني لو يلعبون 15 تلقى جمهور. فقاعد اقول المباراه هاي ما فيها فنيات، فيها بس تكسب ولا كسبك بالضبط. فنيات ما فيها، يعني ما فيها اللعب حلو فن، ما فيها. عقبها لعبوا مع التضامن قدموا مباراة زينة. يعني انت شايف الفريق انا زي. قاعد اقول لك الجدول ما خدمه. طيب بدر، شنو سر هالهجوم من الجماهير على مجلس إدارة القادسية، على مجلس إدارة القادسية، رغم ان الفريق قاعد يمشي صح؟ وين يعني شوف مفهوم كلمة يمشي صح بالفوز؟ شيء جديد علينا نفوز، احنا مو شيء جديد، مو انجاز. قاسية يفوز مو انجاز، قاسية يتصدر مو انجاز. احنا بالنسبه لنا هذا موضوع طايفين الحين 15 سنه. قاسية شيء طبيعي انه يفوز، شيء طبيعي يتصدر. جماهير القاسية طموحها اكبر بوايد. تو بدا بعد الموسم، بسم الله طول بالك. احنا يعني بعد الموسم هذا عذر يعني مثلا نقدم مستوى سيء؟ الجمهور شوف تاكد نادي القادسيه بتاخذ بطوله، تونا بعدين موسم ليش السوبر القادسيه بياخذ بطوله كل شيء حتى لو كوت، تاكد يعني مو لا تعتقد انه موضوع عادي السوبر، لا يبون كل شيء. سعود القادسيه ما وصل الى ما تشتغل، لا زين خلي الثاني ما تاخذ بطولات، مطالب فريق كبير مطالب. يعني انا خليني اكمل لك، القادسيه ما وصل يعني والله العربي ما اخذ بطوله، الكويت ما اخذ بطوله، والله لازم الجمهور يهاجم مجلس اداره ويطالب مجلس إدارة باستقالة. لو ضاعت بطولة على القادسية ايش بيصير؟ الحين خل اقول لك الحين كمل طول بالك. انا اقصد نادي القادسية ما وصل للحجم الا ان في ناس اذا شافت الخطأ تقول خطأ، تقول ترى الوضع مو زين، عشان كذي دائما العالم تصلح وتجابل وتعد، عشان كذي احنا الحجم هذا وصلنا. اذا الوضع عادي مستوى عادي والعالم كلها تسكت وتصفق، ما راح نصير احنا بهالحجم نادي القادسيه. فعشان كذي من حق نادي القادسيه على جماهيره وعلى المتابعين وعلى محبينه كلهم انه يقولون الوضع مو زين. الحين الوضع مو زين لا فنيا ولا اداريا ولا ماليا ولا اي شيء. الفوز هذا مو انجاز، هذا شيء طبيعي حق نادي القادسيه انه يفوز، هذا شيء طبيعي. لكن الفوز بنتيجه 1-0 تغيرت ترى بخشي، انا حاضر الملعب، احمد الفضلي ومساعد ندى كانوا نجوم المباراه. ايش يعني حارسك ودفاعك نجوم المباراه؟ يعني احنا ضاعوا علينا فرص
من التضامن، ترى التضامن ضيع والنتيجه 1-0. شفتهم ان التضامن ضيع، اللي يقول لك النتيجه 3-0 ما تعكس الحقيقه. والساحل كان الاغرب للتعادل وياكم الساحل. طيب. شوف وصومالي بالنهايه الوضع سيء يعني. أوكي. واقع. خل اريح فاصل وبعد ذلك اعود. حياكم الله ويانا. في مسج خاص وصل لي من الأخ العزيز أبو محمد عيسى العيسى، يقول تبي الرد بخصوص إيقاف الكرة الكويتية. يقول تلقاه عند الفيلا اللي انتقلت من العديلية إلى الروضة، بعد في فيلا بالروضة أول مرة. لا نفس الفيلا انتقلت، بس معروفة سر الفيلا ولا الحين؟ الحين صارت بالروضة الفيلا. إيه طلعت عبر الشارع راح أجر هناك. بس شنو من اللي ساكنها، من اللي داوم فيها؟ انت اخبر لا احنا بس نسمع انها كانت بالعداليه وراحت الروضه. صدق والله راحت الروضه. راحت الروضه اي بينهم وبينهم شارع ضارج اجارات ارخص بالروضه. فبنعرف من اللي بيداوم فيها وشنو اختصاصها. لانه يقول هي من تدير اتحاد الغرفه لكره القدم الماضي، يعيد مجموعه الغرفه الرياضيه والراي السائد الان كما كان في السابق من 69 الى 67. وفواز الحساوي القرار مو بيده، القرار بيتبلت العديلية. ما هذه تبقى وجهة نظر مسعود. أنا بعد أخوي منسق الإعلامي عندنا مشعل عبتر يسلم عليكم سلام خاص ويقول بالأخص للغالي منصور تنيب سلام خاص. أخونا بيت القصيد يقول أعتقد عندنا وباء رياضي وعلى اللاعبين أن يبحثوا عن عقود خارجية ولو ببلاش. هذه بعض التغريدات. أيضا أخونا القادسية الكويتي يقول قبل شهرين كلام صلاح مرزوق صحيح وحاط التغريدة رسميا، وافقت إدارة القادسية على طلب بدل مطوع بمنح 35,000 دينار ويلتحق بالمعسكر خلال الأيام القادمة. أخونا كاتب هالمبلغ ما يوكل خبز عن 30,000 دينار. واحد يقول الحمد لله الحمد لله. أيضا أحد الإخوان عبد المحسن يقول يعطيكم العافية، أتوقع سبب حل مجلس إدارة الاتحاد كانت مسببة ومذكورة في كتاب الحل وهي مخالفات مالية، أرجو تحري الدقة رجاء. تحري الدقة يا بدر كلام لك. لأن والله قلت حل بالله شنو مشكلة. أنت قايل بدون سبب، أنت قايل الحل بدون سبب. بدون سبب ما هذا مو سبب، هاي تهمة. وين السبب؟ أنا أقدر أتهمك عن تجاوز مالي وخلاص. صدق ما تحلني بتجاوز مالي أحول النيابة. ودوها النيابة. ها سرقة المال العام. ما راحت النيابة. طيب. خلينا نرجع حق موضوع القادسية. القادسية عنده عقم هجومي بدر، يعني في ظل الوضع الحالي يعني 3 أهداف في مباراة واحدة مع التضامن مو مقياس، لأنه مع العربي ما قدر يسجل، مع الساحل سجل له هدف. تتكلم عن كم لاعب، كم كبير من المهاجمين عندك؟ يعني انت الحين بدايه السوبر لعب الرياحي، بعدين نزل النواشي، اللعبه اللي وراها اعتقد رياحي يمكن كمل، لعب المجمد لعبه تضامن. حمد العنزي يعني انا يعني وانا وايد حزين يعني عليه. حمد كان متالق بالسالميه العام، قدم مستوى كبير بالسالميه، رجعته القادسيه الهدف منها شنو؟ يعني انا للحين انا ما اشوف انه محتاجينه. انت لا خليته يلعب ولا اللي انت محتاجه. زين ليش سويت شيء بالولد؟ جايبين حمد ليش؟ عشان شو يسوي بالقادسيه؟ يتمرن بس يتمرن. وطول ما انه كان بالسالميه هو كان مستواه يعني لا زال، ما خذيته بس تالق مسكين يبتع. زين ما ادري يعني ليش كذي. يعني انا وايد حزين على حمد، يعني انا مستانس انه رجع، لكن الطريقه طيب. بالنهايه مشكله القادسيه غير الفنيه. ما في استقرار حتى بالملعب ولا في يعني مباراة لها ظروفها بعد بدر. انت لاعب، انا كلمتك الحين عن الكويت والساحل ولا لا؟ اي يعني اليوم مباراة الطرف الاخر الخصم، يمكن عبد العزيز بهالامر يفيدني اكثر. كل مباراة يعرف المدرب ايش يحتاج، احتاج هالنوعيه من اللاعبين، احتاج هالنوعيه من التشكيله، بهالمباراة احتاج هالنوعيه. مو معقوله يبي استقرار هجوم واستقرار دفاع واستقرار وسط شلون تبي استقرار كل الخطوط بدر؟ زين الحين انت الحين هذا مفهومك عن الاستقرار؟
انت تقولها باستغرار. انت احنا مفهوم الاستغرار مو شرط بالاسماء، لان انت قاعد تقول مره لاعب الرياحي، مره لاعب المجمد، مره مو هذا كلامك. لا انا الحين قال هني كان دليل على ان حمد ليش جايبه اذا يدفترون وما يدور حمد، هذا قصدي. انا اقصد بالاستقرار بالنهايه الاداء يكون مستقر، الروح تكون عاليه، الطموح يكون موجود. يعني لعبه التضامن احنا ترى مضيعين على التضامن ثلاث هجمات والنتيجه 1-0، ثلاث انفرادات احمد طلع انفرادين، ويقولون لهم بنالتي بعد ما نحس. منو التضامن؟ ايه هذه يقولون انا بنالتي. والله انا ما شفت فان بلسابه عطان دار. شلون عطان دار؟ عطى حمد انذار. انت تقول هذه مو بنالتي؟ مو بنالتي طبعا. شو مو بنالتي؟ عطان دار الحكم تمثيل. إيه طلال مرشاد يقول هذه بنالتي واضح. هو شوف احسن من الحكم بعد. عبد العزيز قبل لا نطوي موضوع القادسيه، فنيا اختلف عن الموسم الماضي القادسيه مع السيد داليفور، ولا نفس الطريقه اللي قاعد يلعب فيها؟ تقريبا باعتقادي نفس الطريقه، يلعب 4-1 4-1. ما تاثر في غياب فهد سلطان؟ بكل تاكيد لاعبين كبار طلعوا، لكن اللاعبين اللي عوضوهم، هذه ميزه القادسيه اللي نتكلم عنها، وجود مواهب عديده. اليوم رضا هاني ايضا قادر يملي النص، لعب امام العربي، قدم مباراه كبيره كانه لاعب يلعب من سنوات طويله. هذه ميزه منظومه القادسيه، ان اليوم لما اللاعب اللي قاعد بناء الهجمه ما تغير بوجود فهد او عدم وجوده. في نوعا ما صار في نوعا ما الكره الطويله اللي كان يلعبها يحب يلعبها فهد الانصاري، اللي هي خلينا نقول من وراء نص الملعب، قام يلعبها مساعد ندى، لان مساعد ندى عنده هذه الميزه، وهذه واحده من الكرات اللي لعبها مساعد لبدر المطوع. التمريره الطويله اللي كانت يعني موجوده عند الانصاري، اعتقد سيد ليبور وكل فيها مساعد ندى انه يقوم فيها. التحضير ما زال دائما يبدا من الخلف. بشكل عام القادسية نفس الشيء، دائما باكاتها يحب يلعب فيهم على بعد 30 إلى 40 متر من المرمى. القادسية دائما ما يتغير بهالظروف هذه، القادسية قاعد يرد يلعب مثلثات صغيرة، يحب يلعب بتوين لاينز، خصوصا بوجود بدر المطوع ومحمد الفهد. أحمد الظفيري دائما يسوي عمق، سواء من الناحية الدفاعية ومن الناحية الهجومية. بشكل عام القادسية ما تغير بشكل كبير، أعتقد خلال أكثر من مباراتين ثلاث مباريات قادمة راح تشوف القادسية تصاعد تدريجي من ناحية المستوى. هذا ما يتعلق في مباراة القادسية والتضامن. وزير ليش ما تتكلم عن التضامن؟ تكلم تفضل. شوف احنا كل حلقات مساكن التضامن أمانة، التضامن عاد يستحق الأمانة. قدم فريق مقاتل وما قصروا باللعبة هذه. باللعبة هذه كانت لهم فرص، كانت بإمكانها تغير في غاية الدقيقة. وطني مدرب لغاية الدقيقة 60 الأمانة. بس هو الظاهر معدل اللياقي انخفض شوي، وبعدين الهدف الثاني كسر. ما طلع معسكر تضامن؟ طلع معسكر حبط اللاعبين الهدف الثاني وكذا، ولا التضامن فريق التدريب عندهم بالنادي مو قوي. لا هو شنو اللي صار يا اللاعبين داخل اللاعبين ما في التزام بالتدريب. يعني ما في التزام بالتدريب. انا بقول لك شغله واحده، لا انا اختلف وياك. والله احنا اللي سامعين غير كذي. اللاعبين لما تقول تدريبات، لما تقول لي هذا ترى احمال، لا لما تقول لي والله ان ال 60 دقيقه بعدين نزل الريتم مالهم باللياقه، محبطين بعد الهدف الثاني. انا باعتقادي احبط، لان هو داك ما يحبط، بالعكس الهدف الثاني اذا الفريق يبي يفوز يحل. لا احنا نتكلم كفريق. يعني انت الاسبوعين اللي فاتوا كان في اشارات كثيره للتضامن، عارف حتى الناس جايين بيشوفوا القادسيه والتضامن كانوا متأملين بالتضامن انه يفوز. اول لعبة انا شفت التضامن، عطوا التضامن عطوا اللاعبين انهم داشين ان الثلاث نقاط بجيبهم. فريق لا يستهان فيه، الهدف الثاني حبط اللاعبين. اذا بنتكلم بس بشكل بسيط، اذا بنتكلم عن مستوى اللياقي للتضامن او لبعض الانديه، المشكله ان بعض الانديه خرجت معسكر مبكر على اساس انه كان الدوري الرديف يبلش في 28/8، تاجيل الشهر واحد هذا سبب مشكله للانديه هذه. اليوم انت اعدادك كمثال 6 أسابيع، صار اعدادك على مده شهرين ونص، هذه سببت مشكله للتضامن. التضامن اول انديه طلع المعسكر، فلذلك رجع مبكر التضامن، رجع في نص 8. لو تحسب انت التضامن قعد شهر ونص في بعدها بلش الدوري، فلذلك طبيعي انه معدل اللياقه راح يرد ينزل، لأن عضلة اللاعب اليوم يوم رجعت من المعسكر جاهزة للعب مباريات، أنت لا وقفتها شهر ونص، وقفت العضلة، فطبيعي أن عضلة اللاعب راح ترد تنزل إلى حجمها اللي بدأ عليها في بداية الموسم. لذلك اليوم نشوف التضامن هذا، حتى العربي حتى الكويت، الفرق اللي طلعت معسكرات مبكرة أعتقد تأثرت من الناحية البدنية لهذه. عندك خبر تطرقت المحترف الأردني صار شيء عليه وصل؟ لا الحين هذا التصريح الأخير أنه لا الحين التأشيرة ما خلصت وفي مشكلة بالهيئة وشيء كذي، في شيء باعتماد الاوراق او في. انا اشكر اخوي العزيز وزميلي ورفيق الدرب، دائما اتشرف الحقيقه من اخو عزيز مبارك الدوسري زميلنا الاعلامي ودعمه لنا في برنامجنا.
وصلني بالاخ العزيز محسن حلاوه، هو وكيل اعمال شريف النوايشه. كان مفترض ان نجري اتصال معاه للحديث حول موضوع مشكله النوايشه ومتى سيعود الكويت، لكن للاسف في مشكله في الخط الدولي في الاستديو، فبعتذر من اخوي محسن حلاوه اللي المفترض ناطرنا الان في عمان لاجراء اتصال هاتفي معاه، فارجو انه يقبل اعتذاري على الهواء مباشره. يمكن سهرته وخليته ينطرنا، لكن ارجو انه يقبل اعتذاري. وايضا اشكر اخوي ابو محمد مبارك الدوسري ودعمك لبرنامجنا دائما وتزويدنا بعض الاخبار بعض المعلومات، مو غريبه عليك يا ابو محمد، والله يعطيك العافيه. خل نروح حق مباراه العربي والسالمي، هذه المباراه اللي ايضا اثارت الكثير من علامات الاستفهام. السلماويه يقولون في لنا بنالتيين وانظلمنا فيهم والمفروض نفوز على العربي، الجماهير العرباويه البعض منها غير راضي عن اداء العربي، الجهاز الفني اعتقد انتم راضين عن اداء فريقكم حسب تصريح كابتن فوز ابراهيم عبد العزيز. قلت اكيد ماكو مباراه انت تطلع فيها راضي 100% او خلينا نقول يعني ترضى فيها بشكل كامل على الفريق، بكل تاكيد هناك اخطاء، هناك قصور من بعض الامور خاصه احنا نتحملها كجهاز فني. اعتقد كنا اذا تبي اتكلم بسعود عن المباراه يعني بشكل عام اعتقد كنا جيدين في المباراه، سيطرنا تقريبا بما يقارب 90 دقيقه على المباراه، نسبه الاستحواذ عندنا قاربت 63% في المباراه، مررنا ما يقارب ال 429 تمريره من اصل 500 بمعدل عالي جدا. العربي قدم حتى وصولنا للمرمى ما كان خجول، وصلنا للمرمى تقريبا 4 إلى 5 فرص محققه كنا نقدر نسجل منها، ما توفقنا ما سجلنا منها. اجرى الكابتن ابو عزيز يعني ثلاث تبديلات اضافت ايضا للفريق، وجود علي مقصيد، وجود علي مقصيد وجود احمد يونس اضافوا شيء للفريق. زين، في وايد من الجمهور قاعد يتساءل عن بعض الاسماء تحطونهم على المدرج، والعام كانوا يلعبون اساسيين ومره تدخلونهم اساسيين وبعدين تردونهم احتياط. يعني سعود اول شيء لازم نفرق، الموسم اللي طاف كان هناك 23 لاعب على الدكه، هذا الموسم حصرك فيه 18 لاعب، لو تشير حارسين انت مجرد عندك 16 لاعب راح تشغل المراكز اللي انت تحتاجها في المباراه، هذه نقطه رغم واحد. النقطه رغم اثنين، اليوم من خلال ثلاث مباريات لعبناها الموسم ابو عزيز اعطى فرصه لما يقارب 18 لاعب، هذا معدل عالي، 18 لاعب انت تلعب فيه اوقات لموسم كامل، 20 لاعب تلعب موسم كامل، فانت بثلاث مباريات عطى فرصه ل 18 لاعب، ولو اني اشوف هال 18 لاعب معدل اعمار ما يقارب ال 21 سنه الى 19 سنه الى 22 سنه، الكابتن عندك 25 بالضبط، اذا الكابتن الفريق 25 سنه، مبارك نصار في 19 سنه اليوم، يعني كابتن فوزي ابراهيم كمثال قرر اراحه الياس محترف ولعب لاعب عمر 19 سنه، بدا طارق 19 سنه، أحمد يونس لاعب دخل فيها المباراه في اخر 10 دقائق تقريبا، ما يلعب اساسي احمد يونس، مشكله ما كانوا ويانا في البدايه، ما كانوا وياك في المعسكر، ما كانوا وياك في البري سيزن، هذه مشكله كبيره، فلما يالك ما كان جاهز بدنيا. تركماني، محسن التركماني موجود، لكن مثل ما قلت لك زحمه اللاعبين في النص حاليا، وديات وايد الولد محسن لعب ويانا في الوديات، وديات لعب معاكم بالمعسكر، لعب ويانا في الوديات وحاليا جاهز ولاعب جاهز، لكن المشكله انت اليوم وكان في اشادات منكم يعني بشيء اللي عشمته الجمهور، الجمهور تعشم لانكم انتم صرحتوا بكثير بالولد وموهبه وكذا، فالجمهور لا تلوم الجمهور، يبي يشوف يسمع. انا مستحيل الوم الجمهور، ولكن انا اقول لك اليوم انت المشكله اليوم محصور في عدد لاعبين معين، انت اليوم كل لاعب كل تاكيد راح ياخذ فرصته، لان بالنهايه هذا موسم طويل، وانا قلت لك اذا اليوم في ثلاث مباريات لعبت 18 لاعب هذه بشاره خير من بقيه اللاعبين راح يلعبون، ما اشوف انه في اي مشكله. العربي مقارنه يعني القادسيه على الاقل قدر يسجل مثلا. قريت تصريح حق فوزي ابراهيم امسي عليه طبعا نايم، ان خله بعدين ان شنو ان رفض ان ياخذ عبد العزيز المشحان ويا امان زمان لوجود التركماني. التركماني عاد ولا انت وياي صلاح، لوجود التركماني ما يبي يقضي عليه، ان يوده اللي بيقضون على هذا، فما يبي ذيل على ابونا التركماني عنده زين، إن البديل موجود يعني، هو كلام ان البديل مكان المشحان. ابو عزيز كان يقصد ان هناك لاعبين مميزين راح يكونون موجودين من عيال النادي هم بعد. انت حاليا لو تبي تحسب اليوم في ثلاث مباريات 6 الى 7 لاعبين بمعدل من 18 19 سنه الى 23 سنه قاعد يلعبون في كل مباراه، قاعد يلعبون 3-4 لاعبين بعمر 19 سنه، هذه اول مره تحدث في النادي العربي. هذا شيء باين واضح، هذا شيء واضح في النادي العربي، لذلك احنا لما نقول اللاعب الفلاني ما لعب لازم نشوف منو قاعد يلعب مكانه،
ما يصير اليوم ما يصير اقول انا ابي اللاعب الفلاني يلعب، زين منو تبي تشيل مكان هاللاعب الفلاني؟ لازم انت تحسب له هذه الحسبه، وكل لاعب مثل ما قلت لك راح يكون في مرحله مهم لا مهمه معينه. هذا الحكي كانوا يقولونه حق المدرب المنتخب عزيز، وانا كنت مدرب المنتخب. لا بالعكس، وانا كنت وياك جمهوركم زعلان لما يقول ليش خذ مثلا صالح الشيخ، منو تحط مسعود؟ دائما دائما الجمهور يقول لا لا تقول هالكلام. الجمهور دائما عاطفي بسعود، والجمهور دائما له افضليه للاعب. اليوم انت لو تلعب كمثال عبد المحسن التركماني وتلعب اللاعب الفلاني تشيله، راح يقول لك الجمهور ليش ما لعبت اللاعب الفلاني. فالجمهور دائما دائما عاطفي. ولكن كل لاعب اليوم في النادي العربي للامانه التزام كامل في التمرين، وانا متاكد تركماني ولا غيره في المباريات القادمه راح تشوفونهم يلعبون. بدر يعني اخونا محمد المشيمي امس اتصل زعلان يقول لازم مجلس اداره السالميه يشيل الكابتن محمد هيليس. ليش؟ يقول والله شوف يعني بغض النظر على الاسماء، بغض النظر على الاسماء، لا اتكلم عن مدرب حاليا في نادي السالميه. لا انا الحين اتكلم نادي السالميه يعني بدون ما اتكلم على الاسماء. لما يكون مجلس اداره نفسه وصاحب القرار نفسه، انا احط مدرب بعدين اشيله احط واحد ثاني، بعدين اشيل احط مساعده، بعدين ارد المدرب اللي شلته اول مره ارد. زين احنا يا ان هذا المدرب زين يا انه مو زين. انت احنا مو عارفين، احنا حتى الجمهور ترى هم حاجه تربكه. ليش انشال من اول شيء؟ زين ليش نرجع نفس اللاعبين ونفس الاداره؟ زين وين المشكله كانت عشان شلته؟ وهل انحلت المشكله عشان يرجع؟ يعني انا ماني فاهم. بس بالنهايه المدرب انا اعتقد ان نادي السالمية وعلى صرف مجلس الاداره يستحق انه يعني انه يكون عنده مدرب في خبر اكثر. يعني اخذ المستوى الفني للكابتن محمد هليس، ان شاء الله انه مجتهد وانه فنيا ممتاز، ان شاء الله انه ممتاز. ولكن اعتقد محتاجين انه على الصرف اللي انصرف على نادي السالمية انه يكون في مدرب يتناسب على الاقل مع مستويات والصرف اللي انصرف. اوكي، بس يعني يضيف خبرات. يعني بما معناه تؤيد جلب مدرب جديد للسالمية؟ لا المواسم الجايه الحين لا يبي الاستقرار لا الحين لا. اوكي اروح لفاصل وبعد ذلك عود. حياكم الله ويانا، عدنا لكم من جديد. اخونا كاتب، مو كاتب اسمه للاسف، كاتب اسال كابتن صلاح مرزوق عن معسكر نادي الكويت في القاهره ومدى الاستفاده منه، وشنو ينقص الكويت للعوده للتالق. اخونا المدرب الوطني العزيز نواف ابراهيم يقول احييك وحي ضيوفك. الاستقرار المالي والاداري للنادي بشكل عام هو نجاح للاجهزه الفنيه لاي لعبه بكل تاكيد. شكرا يا ابو ابراهيم على دائما ملاحظاتك القيمه. خل نشوف التشكيله. بس قبل التشكيله ردك على اخونا اللي وجه لك سؤال. نعم، على معسكر القاهره. ايه والله شوف، معسكر القاهره على كلام ابو خالد عاد العقله يشيد بالمعسكر، هم اللي شايفين زين شنو ينقص الكويت والعبه والديتين. عنده في مقياس، الحين يوم الخميس في عندك مباراه، الجماهير متشوقه تبي تشوف نقله بالفريق. يعني الكويت استفاد من الجوله اللي فاتت، رتب يعني جت له الفتره اللي يرتب اموره. وقعوا مع مدرب؟ لا هالامور ما عندي علم فيها. من المدرب الجاي؟ محمد عبد الله موجود هو المدرب. لا الجاي حسب مصادرك، ما دام عندك مصادر. لا اذا عندي ولا مصادرك حق انديه ثانيه. لا الاداليه من الاسم الاداليه. هو في اربع مدربين عرفت، وعاد العقله قال اسامي الاربعه جميع القنوات وهذا. فتوقع لبي لك انه واحد موجود لا مستلم فريق ولا شيء، واحتمال والله ما ادري، العلم عند الراوي يعني احتمال قران. احتمال قران فاضي. اختيار موفق والله. شوف الملعب هو اللي يكشف. الملعب هو اللي يكشف. والكويت عنده لعبه الخميس. مو بنياك احسن؟ والله شوف المدربين صار مثل البيض اللي بشم النسيم عرفت المنقط. صار كذي اللاعبين هم ترى بالسواهم، يرفع المدرب فوق ولو تيب احسن مدرب ساعه اللاعب ما يطبق، وهذا ينزل مستوى المدرب. طيب خل نروح حق تشكيله الاسبوع اللي دائما اسبوعيا مع الاخوان في جريده جمهورنا. نشكرهم الاخ العزيز طبعا بندر ندى رئيس التحرير، اخوي بفايد خالد الهيت
رئيس التحرير او مالك الجريده كبرها كبرها. المدرب هو حمد حربي مدرب نادي برقان، بارك لهم الفوز. طبعا في حراسه المرمى طبعا نذكر بان التشكيله من اختيار اخونا فايز فريح هو المدير الفني لجريده جمهورنا. الحارس احمد الفضلي، فهد المجمد في الدفاع، مساعد ندى، نانا طبعا نانا هو مدافع برقان، مهنا المهنا وسط في نادي خيطان، محمد عبيد ايضا لاعب وسط في يسار خيطان، تراوري هو الوسط المتاخر في نادي برقان، عيسى با صاحب هدف الشباب في مباراته مع الجهره، محمد الفهد جناح طبعا يمين في القادسيه، محمد داود لاعب كاظمه، وفابيانو لاعب كاظمه. هذه هي تشكيله الجوله الثالثه. تشكيله موفقه عزيز من وجهه نظري. انا ما شفت كل المباريات لكن يعني ما فيها لا عرباوي ولا سلماوي. انا هذا النقطه. في لاعب كان يستحق ضمن التشكيله؟ اعتقد عيسى وليد كان يستحق انه يتواجد، كان قدم مباراه كبيره، كذلك احمد ابراهيم ومحمد البذالي. وفيصل مال السالميه. فيصل العنزي. زايد نايف سويد. نايف سويد كان ايضا قدم لا ظهور حلو يعني مباريات جميله يعني. انا هذول الامانه كنت ملاحظ عليهم انهم قدموا مباراه كبيره. حتى مبارك نصار من والله انا بسعود اذا يعني خلصت يعني الكلام على الجوله، بس عندي سالفه كان زين نناقشها بعد هالجولات الحين هذه. استفدنا من الاربع محترفين؟ بس هذا السؤال يعني. انا ما ادري، ما شفت ولا فائده ولا فائده. كل مدرب لاعب فرق اليابه محترفين ثلاثه واربعه يعني عربي، شفت انا مباراتهم محترفين كانوا عبء على الفريق والله. انا ما شفت انه فادوا الفريق ولا شيء. كانوا بطرح الموضوع للنقاش بس خل اخلص. عندك تعليق على التشكيله؟ والله شوف التشكيله هذه انا اقول لكم، شوفوا اللاعب محمد العبيد لاعب خيطان. خيطان وش لاعب يا اخي يمتعك. وانا احذر فريق نادي الكويت، ركزوا على لاعب محمد العبيد، لاعب مو هين ويجيب يعني البلنتي عنده عادي. لا تدخلونه 18 الله يرضى عليكم، اللاعب هذا لا يدش ال 18. لاعب يلعب صراحة، شفت لعبة اليرموك وشايفة من قبل بالمراحل صراحة، الولد موهبة يعني. عسى الله يحفظه. بروحهم مساكين لاعبين. لا 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 بس لاعب هو. أنا قبل أشوف التشكيلة كنت متوقع أنه ما يكون موجود منسي، بس صراحة صادونا فيها الكبار يعني. وكنت ناوي أقول مفروض يكون فيها، بس سبحان الله لقيته موجود. لا على راسي من فوق. وأنا أحذر نادي الكويت من هاللاعب، الله يرضى عليكم. الله يحفظه ان شاء الله. الله يحفظه ان شاء الله. ولاعب وشوفوا يمتعك بالملعب. اروح حق تشكيله الحكام اللي طبعا اختارها ايضا اخونا العزيز مشعل العسعوسي، وايضا بالتعاون مع الاخوان في جريده الجمهور. نشكرهم على ثقتهم معنا في برنامج 90 دقيقه وتواصلهم معنا السنه الثانيه على التوالي. الحكام الثلاثه اختاروهم كلهم حكام مباراه العربي والسالميه، عمار اشكناني وعبد الهادي العنزي كحكم مساعد اول، ومحمد اشكناني كحكم مساعد ثاني. مع ان البعض يعني كان في عتب من الاخوان لما عرضنا التشكيله في الكنترول، يعني معقوله المباريات الاخرى ما في ولا حكم استحق انه يكون ضمن التشكيله؟ ليش؟ لان السالميه والعربي حكم. لا لان المباريات السابقه لما تحطون مشاهد كانت فيها كثير من المواضيع انك تقول هذه بلنتي، هذا مش عارف ايش، هذه كذا، فيمكن الشغلات يعني العربي السالمية ما كان. بس انا شايف فيه العربي السالمية ما كان فيها قرارات تحكيمية. لا لا هو شيء تقديري، عارف هو شيء تقديري. احتجوا على البلنتي هذا وهذا، واحنا قاعد نشوف انه كرة بالملعب عادية وتقدير الحكم وما. نعم. اخونا حسن يقول تعليقا على كلامك اخوي عبد العزيز بان توقف الدوري تسبب في ضعف عضلة اللاعبين، يقول كابتن اللاعبين اللي أشوفهم عدل فيهم عضل، وين دوركم بالإعداد والدوري وقف برنامج بصالة الحديد ورفع اللياقة عيل. قلت أكيد بسعود الفارق الكبير اللي ما يعرفونه الأخوان أنك أنت في الكويت ما تقدر تسوي تمرينين صبح وعصر، اللاعب ملتزم في دوام. أما في المعسكر أنت عندك تمرينين صبح وعصر، تقدر تسوي جداول مضغطة، تقدر تسوي مباريات كثيرة ودية. انت في بالدوري الكويتي مشكله صح، ما حد لعب مباريات وديه. من لعب شلون؟ ممنوع، كنا ممنوعين. لا العربي لعب، العربي لعب، المعسكر لعبنا ست مباريات. اي العربي لعب وايد، وحتى لما رجع هني لعب وايد. لا مو شرط لعب، ما طباخين.
مصطلح تلعب تغب يلعب مع طباخين انت يا عزيز يبا تلعب مع انديه صدقته ليش مكبرين الموضوع هم قالوا ممنوع يعني هناك عليهم زوم بالاقمار الصناعيه انا والله شايفينهم ايوه هي المباراه يمكن تكون رسميه يلعب ويا تقدر تلعب بالنادي احنا لعب ما يلبس الفنايل او الشعارات درجه ثالثه انديه كبيره ومميزه لا ما لعبنا ويا ولا نادي كويتي الكويت لعب مع كاظم هناك نعم بتركيا عادي ولا لا صراحه لكن هذه هذه هي النقطه الاهم اللي اركز عليها ان انت هني ممكن تسوي جلسات في خلينا نقول الجيم ولكن هذه تاخذ منك يوم كامل لذلك المدربين في الكويت يحاول يفضل انه يستخدم الملعب اكثر لذلك الفتره اللي تقدر تسوي فيها امور التقويه وامور اللياقه البدنيه خاصه في المعسكر تكون افضل واريح من نعم. في الكويت مش علي سلك يقول سؤال كابتن الكويت العقم الهجومي اللي يعاني منه الفريق نبي نعرف السبب والحل اذا متوفر بكل تاكيد الحل دائما متوفر خلال التمارين اليوم خلينا نقول ممكن تجانس انا باعتقادي يعني اكبر نقطه كنا نعاني منها ان انت يوم رجعنا من المعسكر كان عندنا فقط محترفين اثنين ما كانوا ويانا الياس ولكن بالفتره الاخيره اللي هو غيروا قرار المحترفين العربي جلب الياس لذلك الياس ويانا من فتره قصيره 3 أسابيع لذلك هنا كذلك مبارك نصار فلذلك انت تلاحظ المهاجمين اللي العربي حاليا يعتمد عليهم ما كانوا ويانا في المعسكر لذلك اعتقد يحتاجون لفتره كذلك بالاضافه لتكثيف بعض التمارين والتكتيكات الهجوميه اللي وضعها كابتن فوزي الايام القادمه اعتقد باذن الله راح تحل المشكله الهجوميه سؤال لك بدر راح اخذ اجابتك عليه بعد ما اخذ الفاصل من اخونا ابو سالم يقول اختلف مع الكابتن بدر بخصوص عدد المحترفين مو معنى ان فريقك مو قادر يجلب محترفين انك تكون ضد هذا العدد فاصل راح اترك لك المجال الاجابه بعد الفاصل حياكم الله ويانا في تغريدة أيضا خلق راب بشكل سريع الحكومة رسمت بحرفنا الأزمة الرياضية لأهدافها الشخصية هل يعقل أن الحكومة لا تعلم أن بتدخلها ستضر بالرياضة هذه تغريدة أخونا ناصر من الاسم لكن ما نعرف الاسم كامل ومشكور على تواصلك معنا يا أخوي ناصر بدر ردك على تغريدة الأخ أبو سالم والله هو أول شيء يعني دائما يعني أي واحد له علاقة بالقادسية ويناقش أي موضوع يعني في علاقة بالفلوس يقولك لأن أنتم ما تقدرون هذا يعني أعتقد إحنا يعني ما أدري يعني طفنا المرحلة يعني الحين أنا قاعد أتكلم بشكل عام وثانيا إذا القادسية بدون محترفين مصدر الدوري فهذا دليل شيء مو زين هذا حق الباجي أنا أكلمك عن الفرق اللي عندها أربعة أو لعبوا عندها أربعة شل استفادوا منهم أنا اللي شفته يعني حين السوبر لعب الكويت بأربعة لا ثلاثة لعب ولو بدل من نزل لا ما نزل فراس ما لعب لا بس بلنتيات حق بلنتي شات بس زين أوكي المهم أي شات بلنتي يعني مو لاعب البلع صار طول بالك الحين أوكي العربي لعب عند أربعة ولا ما لعب في مباريات أي أوكي أنا أقصد إنه في لاعبين صاروا عب بعدين الموضوع مو بالكم يعني مو بالعدد يعني مثلا لو الاتحاد يقول مسموح لك سبعة هل معنى هذا ان في سبعه راح يكونوا زينين احنا اثنين قبل وما كان الا كذا نادي اللي يجيب مستوى زين الباقي يجيبون بس مجرد انه اجنبي هو عنده جواز غير جوازنا كان عبء على الفرق فالاربعه كعدد ممكن زين لكن متى لما يكون مستواهم زين فلوسهم غاليه ما عندنا الانديه اللي تقدر تجيب اربع انديه ما ادري انا اشوف الحين لحد الحين تجربه الاربعه مو ناجحه انت ايش تقول لا انا شايف الاربعه هذه لاحظوها على فكره بالانديه الصغيره شوف الأندية الصغيرة جابت أربعة يعني معناتها طلعت فلوس عندها بكم على أربعة بغض النظر اسمه محترف عارف مو المشكلة ان انتم تشوفون الأجنبي زين بغض النظر شنو مستواه بس قصدي ان طلعت فلوس يعني انت تخالف الرأي اي انا بالعكس انا اشوف المحترف يخليك ترتقي حتى لو كان سيء يخليني انتقد واقول ان هذا الكويتي افضل بالعكس يعطيني خيارات اخرى التسجيل عندك انا وياك التسجيل عندك بالاتحاد كم لاعب 30 لما يجيب انا اربع اجانب ياخذون محل الكويتيين كلاعبين حتى من لما يصعد انا من 19 بدال اصعد لي 5-6 لاعبين مميزين انحرم من اثنين صحيح والسبايب الاجانب خلنا نكون واقعيين انت الحين مقبل لبطولات خارجيه مو مقبل لبطولات خارجيه ايش حق اجيب انا اربعه خلهم اثنين وخلي اثنين محددين غير محددين الجنسيه واثنين الاسم الاتحاد اعطاك الخيار اربعه
انت شايف خطتك تمشي على اثنين وتدخل انت ما تجيب الاربع نجوم، انت قاعد تجيب من الشارع من هناك. لا هو ما اجبرك لازم تجيب اربعه، هو اعطاك الخيار اربعه انك تلعب اربعه. انت كنادي ما تبي تجيب محترفين، عندك اللاعبينك انت شايفهم افضل، حق مشروع انك 30 ما في محترف، هل احد بيحاسبك؟ ما حد يحاسبك. بس انا اصلح، انا قصدي هو، انا قصدي هو اعطاك ميزه، انا قصدي هو اعطاك ميزه اربع محترفين، عاد انت استغليتها صح ولا استغليتها خطا؟ انت عزيز فنيا شو اعطاك ميزه؟ ايش رايك بكل تاكيد اذا نتكلم فيها فنيا الاربعه اضافه، لكن المساله الكبيره هي جوده الاختيار، جوده اختيار اللاعب. اللاعبين الاربعه اليوم تقدر انت تجيب اي اربعه بدون اي اضافه فنيه، لكن متى ما جبت الاربعه بحاله فنيه ممتازه انت اضفت للدوري، اضفت للاعبين المحليين، اضفت للاعبين الصغار وللاعبين الكبار. اليوم لما لاعبين يلعبون ويا لاعب كبير مثل امين الشرميطي، او لما بالكويت يلعبون مثل لاعب النص الكمارة او غيره من اللاعبين، صوماليا في القادسيه، هذين اللاعبين بكل تاكيد اضافه، فراس وغيره، هذين اللاعبين بكل تاكيد اضافه للاعبين الصغار والكبار والاضافه للدوري الكويتي. طيب خلينا نشوف ترتيب الفرق بعد نهايه الجوله الثالثه حتى ايضا المشاهد يكون معانا في ترتيب الفرق. تكلمنا على فكره على كاظمه. والله خلاني والله ما عندي وقت، حق جايب لك والله ما عندي وقت. انت شنو قاعد اقول؟ انت طالب فريقي تكلم عن كاظمه واحنا نشوف الترتيب، وانا اتكلم بس عن كاظمه. وانا كاظمه متصدر بس ناقص لعبه. اليوم انا اشوف كاظمه مثل نادي القادسيه والكويت اليوم انا اشوفه. ليش؟ لانه صار عنده استقرار. كاظمه الحين لاعبين صار لهم ست سنوات يلعبون مع بعض، عدل كلهم معروفه بعض، وهذا يعني ما في شيء غريب. استقرار المدرب لموسمين، واستقرار المدرب لموسمين هذا شيء ثاني. ثانيا ترى كاظمه افضل اثنين اخذوهم بالكويت، اخذوهم اليوم كاظمه اللي هو عمر الحبيتر، وخذوه من نادي الكويت اللي هو خميس، واضافه فهد الحشاش، واضافه فهد الحشاش من النادي العربي، معناته افضل افضل لاعبين بالكويت اللي استفادوا منهم كاظمه. مع وجود الست سنوات الاستقرار بالفريق مع الجهاز الفني، ولو ان يعني الجهاز شنو مشكله يوسف ناصر؟ ما في مشكله له. اليوم انا مكلم الله يمسي بالخير اخوي عبد الله دويسان، مكلم عنه ما في عنده اي مشكله نهائيا، في عنده مشكله بسيطه في عمليه بسيطه سواها هو حق يعني مع زوجته وبس هذا، لكن حضوره وتمرينه وان شاء الله راح يكون يلعب باقرب وقت. إذا بتكلم بسعود وراح يشكل ترى ثنائي تمام مع باتريك. خلينا نشوف الترتيب بس الفرق الأخرى يا إخوان، لأن أنتم حطيتوا كادر من الأول إلى أعتقد السابع إذا ماني غلطان. أتمنى تعرضون أيضا الترتيب. نعم هذا شفناه يا إخوان، وحط الثانية وراها بشكل سريع بس بتكلم على فلورين مدرب. آسف ما تفنش المخرج أنت الله يهداك. حاليا فلورين باعتقادي الشخصي بسعود واحد من أفضل المدربين اللي موجودين في الدوري الكويتي، حافظ دوري كاظمة كفريق جدا منظم، أفضل فريق للأمانة ظهر بصورة خلينا نقول تكتيكية وبصورة متجانسة. كاظمة الفريق الوحيد في الكويت اللي يلعب بسعود، لو تيجي تشوف المسافة بين لاعبينه ما يقارب 22 إلى 25 متر. التكتل اللي يعمله كاظمة ما يعني ينعمل في خلينا نقول في أعلى دوريات العالم. التنظيم التكتيكي جدا عالي في كاظمة. الترانسفير اللي موجود من كاظمة سواء بالتحولات الهجومية أو الدفاعية جدا ممتازة. الكاظمة مثل ما ذكر أخوي ان حاليا موجود عندهم اللي هم اللاعبين مفاتيح اللعب في كل مكان، موجود عنده فهد الحشاش في نص الملعب، موجود عنده الحربي، موجود عنده طلال فاضل، موجود عنده مشاري، موجود عنده ناصر يوسف حبيتر، باختصار والاضافه للمحترف مميز جدا في الهجوم فابيانو. فباعتقادي كاظمه حاليا في هذا الموسم جاهز للمنافسه، وهذا من صالح الدوري الكويتي انك تشوف كاظمه في هذا المستوى. طيب وسعود الاحتماديه بس اللي خدمه اللي خدم نادي كاظمه ترى الاربع المباراه الجدول. نعم. لان انت شلون تصعد لما انا العب مع فريق يعني بالضبط يعطيك رتم اعلى في اعلى في اعلى في اعلى. انت ترى الفوز اربع ثلاث مرات اربع مرات يعطيك تشجيع لو جاب العربي بالضبط. اي الان بنفسيه احسن بالعربي. نعم. اي حق الغاسيه بنفسيه احسن. طيب. ممكن افوز على الغاسيه مفوز على الكويت. خلينا نشوف لقطه الاسبوع في هذه الجوله كانت للكابتن ثامر عناد في اول مباراه له مع فريق الجهره، وتحيته لجماهير بعض الجماهير الجهراويه ومجلس اداره الجهره واختيارهم لابو عذبي. هذه لقطه الاسبوع في اول مباراه له كانت مع نادي الشباب. التعادل كان 1-1. نبارك لابو عذبي، كان المفروض يفوز على فكره، كان المفروض يفوز. الله يوفقه، الله يوفقه، يستاهل، يستاهل ابو عذبي، الله يوفقه ان شاء الله. من المدربين ما شاء الله عليه المجتهد جدا يعني. نعم.
وصلنا الختام. مشكور اخوي منصور التنيبي، يعطيك العافيه. مرحبا سعد، مشكور يا ابو سعود، نتمنى لكم التوفيق. صلاح مرزوق، نتمنى لكم التوفيق يا ابو مرزوق، ونشوف ان شاء الله فريق الكويت بصوره افضل من صوره باند. بدر جمعه مشكور يا ابو ناصر. وصلنا الختام كالعاده، خل اشكر رعاتنا وداعمينا، شركه فيفا، شركه تيماس، سفريات النور، دار الانوار المباني، عطوراتها من الكويت، دير اندير، ووكلاء جيفوفا في الكويت. نلقاكم ان شاء الله باكر، الى اللقاء.